دكتور جمال، يعني احنا عايزين ندخل مباشرة في مسألة التغول التركي على مياه شرق البحر المتوسط. يعني ماذا نتوقع منه في الأيام القادمة، واحنا نحن نعلم أن هذه المنطقة مليئة بالكنوز وخصوصا الخاصة بالطاقة والغاز؟ خليني بس أوضح لك، هو التغلغل التركي تغلغل غير شرعي، لا يعتمد إلا على تصورات وهمية. هذه التصورات الوهمية اللي وضعها الجانب التركي، وهو الامتداد التضاريس للمناطق التركية من ناحية طبقات جليدية وفيما يسمى على الدارج الجرف القاري. هذا الجرف القاري لا يتواجد إلا من طبقات جيولوجية، هذه الطبقات التي تحتوي على جزء كبير جدا من المواد الهيدروكربونية، سواء كان الجاز بنسبة كبيرة جدا أو المتكثفات، وهو خلطة ما بين الزيت ومن الغاز. أي. فالجانب التركي بيعول على أن الطبقات الجيولوجية التي في بحر أريجة، وهي المنطقة أمام شواطئ تركيا، هذه المنطقة تمتد حتى تصل إلى الشواطئ الليبية، وبيعتقد أو بيعتبر أن هذه الطبقات تسمى الجرف القاري. قانون أعالي البحار، الجلف بمعنى الخليج يعني؟ أيوة يا فندم، الخليج القاري. بالتالي تمام، الطبقات دي كلها بتبقى عبارة عن طبقات من الطبقات الرستوبية، بتفضل ممتدة تحت قاع البحر لغاية ما تصل إلى الشاطئ المقابل. تمام. يعني الكلام ده حصل عندنا في مصر، احنا المنطقة بتاعتنا منطقة دلتا نهر النيل، دي منطقة تدريسية بتحتوي على حقائب جيولوجية من العصور. الدلتا لما حصل طبقا للتاريخ التاريخ المصري الجيولوجي بيقول فيه ان تعرضت مصر منذ اكثر من 3000 سنة الى صدع كبير جدا، هذا الصدع ادى الى انزلاق جزء كبير جدا من الطبقات المتواجدة في منطقة دلتا نهر النيل. أيوة. حتى الشواطئ القبرصية. طيب هم بيعولوا على هذه المنطقة أيضا، فبيحاولوا يقولوا لنفسهم إن هم لقى بعد الطبقات بتاعتنا الرسوبية وصلت للشواطئ الليبية. طبعا الكلام ده ليس له محل من الصحة، لأن بعد حوالي 32 ميل بحري من الشواطئ التركية هناك انحدار شديد في قاع المياه. أيوة. وهذا القاع يصل إلى أكثر من 1500 متر، وبالتالي ليس هناك جرف قاري كما يزعمون. النقطة الثانية، ويمكن كثير من الناس يعني إحنا تداولنا كلمة الجرف القاري اللي هم قالوه، ويمكن كثير من الناس مش فاهم يعني إيه جرف قاري، ومش فاهم يعني إيه بنى الفكر بتاعه في إن دي حقه إن هو يمشي بقى في المنطقة بتاعت الشمال الشرقي والشمال الغربي للبحر المتوسط دون أن يقفوا أحد، ونوع من الرعونة ونوع أيضا من القرصنة على مناطق تعود إلى أحقية الدول. ميثاق الأمم المتحدة لأعالي البحار المادة 233 والمادة 237 واضحة جدا من القانون الدولي. أي. إن إذا كانت المناطق المفتوحة ما بين شواطئ الدول، يعني لو أنا دولة والشاطئ بتاعها على اليمين والدولة الثانية قدامها مياه مفتوحة خالص إلى الدولة في الشاطئ الثاني، في هذه الحالة يتم تطبيق الجرف القاري على أن يتم تقييم هل هذه المناطق للطبقات وصلت لمنتصف البحر ولا وصلت للضفة الثانية من الدولة. طيب يستثنى الموضوع ده كله تماما إذا كانت هناك دول موجودة داخل المياه تقطع المسافة ما بين الدولة من الشاطئ ده للدولة الأخرى، وبالتالي هناك دولتين، هناك دولة قبرص وهناك دولة اليونان، ودولة اليونان لديها 33 جزيرة داخل مياه المتوسط. طب يا دكتور استأذنك، يعني